هي عينة من الناجحين في مسابقتي توظيف الأساتذة 2017-2018، ثلاث سنوات مرت يزيد بمرورها أمل هؤلاء في توظيفهم واستغلالهم في المناصب الشاغرة التي تحصي فيها حالياً مديريات التربية. نحن الأساتذة الاحتياطيون الناجحون في مسابقة ناصمية لأطوار الثلاث سنة 2017-2018، نطالب بتمديد وتفعيل القوائم الاحتياطية وفتح الأرضية الرقمية، أعطوا رخصة استثنائية للمدارس العليا أطوار ثانوي ومتوسط توظفوا في الابتدائي. لما توظفوا في الابتدائي احنا تقلص عدد المناصب في الابتدائي، لذلك كان اخذوا فئه قليله فقط. احنا ماذا بينا انه الاحصاء يكون شفاف، وماذا بينا كذلك نطالب وزير التربيه انه يقوم باحصاء المناصب وكشف عنها كامله في مديريه التربيه حتى لا يقع تجاوز الذي وقع في السنوات الماضيه. عدم إجراء المسابقة الخارجية هذه السنة بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جعل أمل هؤلاء يتضاعف بأن تلجأ الوزارة لأسمائهم المتواجدة في قوائم الاحتياط. المسابقات لم تجرى والدخول يقترب، ونحن أمام تحديات إنهاء السنة الدراسية بأمان وتحضير دخول مدرسي هادئ. أنا أطالب من خلال قناتكم بتفعيل القوائم الاحتياطية ليس فقط للأساتذة وإنما للإداريين، على أساس أن الاحتياط هو ناجح متحصل على معدل 10 فما فوق، وبالتالي مؤهل للوظيفة. قانونيا المسابقة تلغي العمل بالقوائم الاحتياطية، لكن الظروف لم تسمح بإجراء التوظيف الخارجي لحد الآن، فهل هي فرصة الوزارة لاستغلال القوائم الاحتياطية؟